اختبار عن كتاب الأصول الثلاثة ورماتا كتابك أرانيت أمور خان أصول الثلاثة جيتر غافي أني سنغافت دو بكتكا وصون تاني هركبا سوق وفان أكدي بستانين برباد. السؤال الأول، من هو مؤلف الأصول الثلاثة؟ مؤلفين يقاون من أصول الثلاثة برس مما كان سا أنيو بركم ثلاثة بركم دو نمني ديبس نعم محمد بن عبد الوهاب ابن نعم التميمي أحسنت. ما كنيته؟ كنياني سائنو أبائنو جانين أنغافي حركان نمنا نمار كباسكوف إسرام فتن ديبي نعم كنيته كنياني سائنو أنت أيوة أيها المجيب سيمت لك طولي انتم مريت بركم ثلاثة نعم وخمسة عشر ولد سنة ألف ومئة وخمسة عشر وخمسة عشر سنة من الهجرة بركم توقف لبا توقف قدشان ثلاثة وتوفي ايه عام 1206 بركما توقف ابلما جها دو يروك انا كم يكون عمره عمرني سامي كتا جنيا سفنا مدرا انت ايها مسؤول عمرني صابر سغلتمي توقتها جنيا سوني جير. السؤال الثاني غافل لما فا ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة جدتون قباب سنة مالين أنت؟ الأصول الثلاثة جدتون قباب سنة أسئلة القبر قافوا قبريتي صح وخطأ؟ صح. طيب السؤال الثاني في كم موضع دعا المؤلف لطالب العلم بكميك أنت طالب العلم إلاف ربي خلت كتابك أنا أنكست نعم ما لكم أنما تكون قفك أن الرادي أقفت أقول نعم بكسدين بكسدتي أيه الموضوع الأول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل موضوع لما فا موضوع لما فا اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة. الموضوع الثالث يا اخوتي انا سألت رجلا واحدا منكم تسمعون ولا ما تسمعون؟ اذا اسكتوا ما لكم؟ هذا ليس بأدب. نعم اعلم الموضوع الثالث اعلم ارشدك الله لطاعتي أن الحنيفية السؤال الرابع بماذا يتميز كتب المؤلف كتابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن كتابا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه هدو بريساني مالتو كتابا برورا هدو الدئيسة نعم ها لانه يذكر المسائل مقرونه بالدليل احسنت زد تدي ولانها سهله لافتود كتابا نتاكل نمت جبات زد تدي تدبدي طيب نمت قوتو غيره خمره
ولأنه يدعو في كتابه لطالب العلم زد يجمع المسائل ويرتبها بالأعداد صح ويذكرها عددا ثم يبدأ بشرح مسائل ولكبيبا كتكاد بتيتي إيجنا وانسا شرح مثلا من ربك برت نورة واجبي وما دينك وما نبيك بعد ذلك ديمي يبدأ شرحه الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الثالث جيتي وانسا إفسايتو هقوا ربطة لكوفسان دبت وهذا أسلوب من أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كن أكاتا نبي ربي توابرسيس نبي ربي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا اجتنبوا سبع الموبقات وإلى غير ذلك هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسائل مرتبة بالعداد لكويسا واقع نبي ربي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرتب المسائل بالأعداد لكويسا مثلا المسائل الأربعة والمسائل الثلاثة والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام العشرة ولا غير ذلك واضح أيها الأحبة كتاب إساء وبوك القواعد الأربعة مفهوم ولا لا الشفاعة شفاعتان شفاعة مثبتة وشفاعة منفية وإلى غير ذلك وأن كان ما نجر إذن هذا أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يميز به كتبه عن غيرها من كتب العلماء كتاب العلماء كان برارة وأن كتاب إساء الدقودة بل إن كتاب إساء فتة ما فيه أكا غاريتي أكا غرامن وانتو دا قد الرأييد تودا وغير ذلك كثرة الشروحات كتابا نساء شرح بائد وإيراد المسائل المهمة والإجابة عليها وضع الله له القبول رب قبول إساء كتاب إساء تخايج رجيت تودا كنون دلوان ندبر سنة غافي ديبي غافي وان أفرفات ديبي وان غافي أفرفات السؤال الخامس غافي شنفة هركباسو قفاني كان ديبستان لا بالجماعة غري دامت يوكين باكتاكا ديبسو دامت كان بربانو بإخراج اليد هركباسو قفان إلى كم قسم يمكن تقسيم كتاب الأصول الثلاثة أصول الثلاثة ميكت قدوتو مجا نعم إلى خمسة أقسام القسم الأول المسائل الأربعة القسم الثاني القسم الثالث القسم الرابع أحسنت القسم الخامس أحسنت إذن إلى هذه الأقسام الخمسة يمكن أن يقسم الأصول الثلاثة أصول الثلاثة بقولي سدن كانت قدو نمجا مسائل الأربعة قلنا أدلتها ماذا؟ سورة العصر المسائل الثلاثة قلنا وهي غير الأصول الثلاثة قلنا ما هي؟ أقسام التوحيد الثلاثة ومسألة الولاء والبراء القسم الثالث أهمية التوحيد لماذا ندرس التوحيد القسم الرابع شروط الأصول الثلاثة الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الثالث القسم الخامس خاتمة الأصول الثلاثة من قوله الناس إذا ماتوا يبعثون إلى آخر الكتاب السؤال السادس دافين جافة دراسة التوحيد فرض كفاية أم فرض عين أنت سعد فرض العين لماذا ما الدليل على أنه فرض عين قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إذن تعلم التوحيد فرض عين ولا فرض كفاية فرض العين ما هي دليل المسائل الأربعة وقد قدمنا الآن سورة العصر أين وجه الدلالة لأن المسائل الأربعة ما هي المسائل الأربعة الأول العلم الثاني العمل الثالث الدعوة الرابع الصبر هذه أربع مسائل هذه أربع مسائل
قلنا دليل هذه المسائل الأربعة قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين وجه الدلالة؟ لأننا قلنا لا بد من الدليل ولا بد من وجه الدلالة ولا بد من أن يكون الدليل صحيحا ولا بد من أن يكون بفهم السلف الصالح. هذا منهجية الاستدلال أكاثان التوارقاء قدتنا كنان تقفى نمني تقفى النوان تقدبته أقسامه. محمد بن عبد الوهاب ذكر قاعدة وهي هذه المسائل الأربعة مسائل ويلة فنوقاي مسائل أفران قبطي أفران لفقاي قبطي أفران كن نرتي واجبه فلا بد للشيخ على هذه المسائل من دليل قافي أفران نرتي واجبه إخانا نرتي رجانو إيسوني شادر كم أتى بالدليل ولا ما أتى؟ لا بد من الدليل. هل المنام دليل؟ لا. وهل قال فلان وعلان دليل؟ ابدا. وانما الدليل القران والسنه بفهم سلف الامه. اذا دليل لكي اقسم له منام وانا الداده لا. وبعض الفرق كالصوفيه ومن نحى نحوهم يستدلون بالمنامات ونحو ذلك. لا، اهل السنه والجماعه يستدلون بالكتاب والسنه على فهم سلف الامه ويستدلون بالاجماع ايضا. نستدل بالاجماع ولا ما نستدل؟ ومن اصول اهل السنه والجماعه الاستدلال بماذا؟ بالإجماع، كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه الواسطية. نعم، إذن استدل على هذه المسائل الأربعة وأفرام كن نرتي واجبة ورتي رقان محمد بن عبد الوهاب فتن سورة العصر. فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أين وجه الدلالة؟ الأول إلا الذين، هل قال إلا الذين علموا؟ إذن كيف يكون دليلا؟ لأن الإيمان إنما يبنى على ماذا؟ على العلم. هذا هو وجه الدلالة وقد ذكرها في خلال دروسنا بارك الله فيكم. من تعلم ولم يعمل به ما شبهه، أي شبه فيه؟ شبه بماذا؟ باليهود. ومن عمل قبل أن يتعلم، أي شبه فيه؟ شبه النصارى. وذكرنا أقسام الصبر إلى كم قسم ينقسم الصبر؟ إلى ثلاثة أقسام. أحسنتم. طيب، لو أجبتم واحدا واحدا تقدقون سوري بستني باي بريد على مالك الموتار كباسور أبن الله أتي مالك باسور أبدي جنة قافتو لا فكانوا ميجاوف. السؤال العاشر، ما معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم؟ ما معنى هذا الكلام بإخراج اليد؟ أركب أسوق وفاني كان برباد ما الجدت برباد إمام الشافعين. نعم، ما الجدت نعم عجب. نعم، في إقامة الحجة وفي الحث على التعلم والعلم والعمل والصبر وبرنوترتنا مخاصوتي في حجيتنا مخاصوتي في دعوارتنا مخاصوتي في صبريتنا مخاص صبريتنا مخاصورتي. إذا تسأل في الحث على التعلم والعمل والدعوة والصبر من حيث هذا الجانب تكفي هذه السورة. جدتون من آمن بواحد من أنواع التوحيد دون الباقي يكون موحدا، صح ولا خطأ بإخراج اليد؟ من آمن نمني أمن توحيد سدين الله تقلت نمني أمني تقطع منوس إسا قيادا صاوى خطأ. أنت خطأ، لا بد من الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. أنواع توحيدة سدينت أمنون درك أمجدتنا. تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح بالبراءة من العمل والعامل الجميع. تكون البراءة
من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجواري بإخراج اليد ساوى خطأ أركبها سؤال صح. لا بد من البراءة إيه؟ من الشرك وأهله باللسان والقلب والجواري سادينكم جراتو قبا جتر. طيب هذه 12 أسئلة يسنتني قافي قرآن إلى مهنجا أمات كندبر سنة قافي هنجا أفرتمي شنيت كان قبعي كان إن شاء الله تعالى قافو ونهفن برو كان التديبن تانا حراف كان مرت كان نابن تانا قافي وني في ديبي ون حفظها قطة يحفظ المسائل والأجوبة. لا بد من حفظ المسائل أولا وحفظ الأجوبة ثانيا. بهذا نكتفي درس اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.